متابعي قناة حلب اليوم، أهلا وسهلا بكم في هذه الإحاطة من ريف إدلب. لقي مدني حتفه غرقا إثر سقوطه في عنفات حوض عين الزرقاء بمدينة دركوش في ريف إدلب الغربي. فرق الدفاع المدني السوري قامت بعملية بحث دقيقة في الموقع، حيث تمكنت من العثور على الجثة داخل إحدى العنفات، وجرى انتشال الجثة وتسليمها إلى الطبابة الشرعية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. انطلاقا من رؤيتها في بناء نظام صحي متكامل، أنجزت مديرية صحة إدلب خطة استراتيجية بهدف تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتم عرض مخرجات هذه الخطة ضمن اجتماع موسع عقد في غازي عنتاب بتركيا بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وفريق مشروع البي سي إل ومنظمات أوسم وسامز وسيليا ريليف والهيئة السورية للاختصاصات الطبية ووحدة نظام المعلومات والدفاع المدني السوري، إضافة للنقابات الطبية والأجسام المركزية صاحبة المصلحة والذين حضروا الاجتماع إما بشكل فيزيائي أو عبر تطبيق الزوم. وتم خلال هذه الورشة الإجابة عن كل الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بالمشروع. كشفت تقارير طبية أن 90% من حالات سرطان الثدي تتم اكتشافها عن طريق الفحص الذاتي، خصوصا لدى النساء اللواتي لا يجرين فحوصات المغراف بشكل منتظم. وأشارت المصادر إلى أهمية الفحص الذاتي كإجراء بسيط وفعال للكشف المبكر عن الأعراض، مما يسهم في تعزيز فرص العلاج الناجح. وتوصي الجهات الصحية بضرورة اعتماد الفحص الذاتي كوسيلة أساسية للوقاية، إلى جانب الالتزام بمواعيد الفحوصات الدورية لضمان الكشف المبكر عن المرض. تواجه شجرة الزيتون رمز التراث الزراعي في شمال غرب سوريا تحديا كبيرا هذا الموسم بسبب انتشار آفات زراعية تهدد جودة المحصول وكميته. من أبرز هذه الآفات حشرة ذبابة الزيتون التي تتغذى على لب الثمرة وتتسبب في تساقطها، مما يؤثر سلبا على إنتاجية المحصول. ويعاني المزارعون في المنطقة من خسائر ملحوظة، حيث تتطلب مكافحة هذه الآفات تدخلا سريعا وعاجلا لتجنب تفاقم الأضرار وضمان الحفاظ على محصول الزيتون الذي يعد مصدر رزق هام لسكان المنطقة. ضمن جهود تحسين موثوقية الشبكة الكهربائية وزيادة قدرتها على استيعاب الأحمال المتزايدة، استبدلت شركة جرين إنرجي للكهرباء محولة بقدرة 630 واط بأخرى بقدرة 1 مليون في مركز الشرقية بمدينة سرمدة. ويأتي هذا التحديث استجابة لاحتياجات السكان المتزايدة وتوفير إمداد كهربائي أكثر استقرارا وفعالية في المنطقة. هذه إحاطة لليوم، دمتم بخير.